أوحى الله سبحانه وتعالى إليه إن قريش بتتآمر عليك علشان هيقتلوك، أخرج. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج في وقت مش متعود يخرج فيه، عارفة أنت وقت القيلولة اللي الناس بتبقاش موجودة فيه لشدة الحرارة، لأنه لازم يخرج متخفي، يخرج متخفي ويروح عند بيت سيدنا أبو بكر، يطرق الباب فيفتح أبو بكر فيقوله مين، فيقول لهم أنا النبي، فيقولوا إيه اللي جاب النبي دلوقتي، أكيد في حاجة، أكيد في أمر جلل. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يبص كده فيلاقي بقى بنات سيدنا أبي بكر يعني جالسات، فيقول له أخرج من عندك، عايز أتكلم معاك لوحدنا في موضوع مهم، سر 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 بقى فعلا، عارفة بتقولي سر حربي، ده صح. فعلا سر حربي، يعني مفيش حاجة أعظم ولا يعني أهم من حدث زي الهجر طبعا. فيرد سيدنا أبو بكر يقول له هؤلاء أهلك يا رسول الله، دول بناتك، دول أهلك، يعني ما دول فيش خوف طبعا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد أذن لي في الهجرة وانت طبعا صاحبي في الهجرة. فيفرح سيدنا أبو بكر، بنات طبعا موجودين، بنات سيدنا أبو بكر، وهنا أسماء البنت، بابا مهاجر يعني، بابا سيبنا وماشي، الخوف على الأرض طبعا بقى طبعا. وبعدين بابا مش مسافر، بابا مهاجر، وفي ناس بتطاردنا، وفي ناس عارف يعني ربما يصيب ابويا اذى، انا ما اعرفش اشوف ابويا تاني. ما تفتكريش ان الدنيا كانت واضحه، يعني ما حدش كان عارف ايه اللي هيحصل بعد كده في الطريق او في المدينه، الدنيا لسه مش واضحه. احنا دلوقتي عارفين ايه اللي حصل بعد كده، لكن وقتها هي كبنت ما تلاقيهاش بقى يشوفها البنت الجدعه، وانا احب اقدر جدا المراه الجدعه، يعني ما قعدتش بقى تعيط على جنب بابا انت هتسيبنا وتروح فين، قامت على طول تجهز، قاموا يجهزوا الراحلتين. كان سيدنا أبو بكر يعني بيعد راحلتين، لأنه كان حاسس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيبقى هو رفيقه في الهجرة، يعني سيدنا أبو بكر هيبقى رفيق النبي في الهجرة. فقام يعد، قاموا البنات يعدوا الراحلتين أسماء وعائشة، وتقوم السيدة أسماء تصنع بقى طعام علشان أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم مسافرين، مين اللي هيعمل لهم الأكل، وتحاول بقى تلم، عارفة أنت لما تيجي تلمي بقى الأكل وتحطيه في، يعني هتحطه بقى هي في الشنطة أو في، فما تلاقيش حاجة تلف بيها السفرة وتربطها، فتفك نطاقها اللي هو الحزام تشقه وتربط به السفرة، وتسمى من ذلك الوقت ذات النطاقين. كان انا اعرف ان هو الخمار، يعني هي شق، هو انا قرات ان هو الخمار، ولكن يعني انا قرات اكتر، وانا كنت درست ان هو الـ 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 يعني احنا بنوضح الحزام كمان للناس، يعني هو انا قرات ده قرات ده تمام، هي شق